اللي هو قلنا تزرعون سبع سنين. طيب ماشي، لاحظ شو قالهم، تزرعون سبع سنين دأبة. على فكرة ايش هو اللي هو دأبة؟ ايش هو دأب؟ كدأب آل فرعون مثلا، لاحظ كدأب آل فرعون. الآن في كتب التفسير بسرعة بفسر لك اياها، كدأب كعادة، كعادة آل فرعون. خلص الدأب العادة، هو الدأب العادة ليش هو فيه ترادف. القرآن قال دأب، دأب، الدأب فيه، لاحظوا صحيح الدأب فيه دوام وفيه استمرار، مثل دأب مين على فكرة؟ يلا أشوف القرآن، الشمس والقمر إيش؟ الشمس والقمر إيش؟ دائبين. ليش؟ لأنه دائما في دوام واستمرارية في إيش؟ في حركتهم. مع لاحظوا حتى يكون دأب بده يكون في مبالغة واهتمام وأحيانا جهد. كيف لما نقول بدأب على عمله؟ معناته مش مش فقط بيستمر وبدو بداوم، مش فقط هو العادة على فكرة فيها دوام، عشان هيك قالوا دأب عادة، لأنه العادة فيها دوام. لكن هذا مش دوام واستمرار فقط، مع اهتمام إيش ومبالغة وإيش واجتهاد وجد، والعمل الدؤوب، والعمل الدؤوب، العمل اللي إيش فيه استمرار، لاحظوا فيه استمرارية ودوام مع إيش جد. ولذلك تزرعون سبع سنين دأبة. إذا شو معنات كدأب آل فرعون؟ لأنه آل فرعون في سلوكهم في عقيدتهم وممارساتهم وسلوكهم كانوا حريصين عليها، مش بس مجرد عادات وتقاليد ماشي هيك، لا، ومصرين ومتمسكين بالإشي اللي هم فيه كدأب آل فرعون. يعني مش مجرد والله هيك وجدوا آبائهم انتهى، لا، وأي واحد بده يغير بقتلوه. إحنا هيك وهذا اللي بدنا إياه، كدأب آل فرعون. تمام، بصير مفهوم دأب. إذن تزرعون سبع سنين دأبة، إذا فيها جد وفيها استمرارية في العمل، معناته مالها السنين هاي؟ وفرة وخصاب وتمام، وبالتالي فيها جهد إيش؟ مستمر وجد وتعب. تزرعون سبع سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سم. فعلا هذه السنين السبعة على غير العادة. ايش على غير العاده؟ ما هو مش معتادين احنا سبعه ورا بعض. ما انتم تشوفوا الزيتون عندكم، زيتون سنه بيجي حامل وسنه يعني او مرات ولا شيء. في السبع سنين بالله عمركم شفتوا سبع سنين كلها؟ يعني هذه بتكون شيء عجيب، هذه تحولات غير معتاده، هذه تحولات غير معتاده. والمحل مقابل المحل السبعه، المحل تحولات معتاده سبعه ورا بعضها، اصلا التنتين هذول تحولات مش طبيعية. هذا مش جريان طبيعي، جريان الطبيعي غير هيك. في الزراعة حتى الجريان الطبيعي غير هيك. سبع سنين دائما، هاي خير، هاي خير، هاي اللي برد على الناس اللي يقولوا لا، هاي التحولات في الخير والشر موجودات في هذه الايات. تزرعون سبع سنين دائما ومش معتادين، سبع سنين ورا بعض كمان، وكله شغل وكله انتاج وكله وفرة، ما الارض تتريح مرات. تمام، طيب والمحل برضو السبعة ورا بعضهن محل، هذا خلاف المعتاد، هاي في الإيجابي والسلبي. أما العام 15 ثم يأتي من بعد ذلك برجع للجريان الطبيعي، برجع للجريان الطبيعي، ثم يأتي من بعد ذلك عام. بديش أكمل الآن. عام شو يعني عام؟ يعني تأتي سنة جريانها طبيعي، لا هي هاي ولا هي هاي. يغاث الناس ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، زي ما هو متعودين، بنزل الغيث بنزل، الثمار تعصر تعصر، إلى آخر. في مثلا عنب وإلى آخر، أفي مش هيك يعني بعد المحل. إذا برجع الأمور للجريان الطبيعي، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. أي مات، لأنه التركيز عليه مش على برا، دققوا معي الآن، لأنه التركيز عليه مش على برا، هي 100 عام.
جريان طبيعي على الميت. خلاص في تحولات إله هو في تحولات بالنسبة للعزير فيه تحولات ما فيش مات. وغالبا عالم الموتى ايش عالم بتحلل اولها وخلصنا خلال العام، بعدين بتمر سنين بجريان طبيعي سلس ولا اشي. في تحولات في تحولات ما فيش. اماته الله 100 عام ثم بعثه، لانه المقصود مين هو. لكن اصحاب الكهف المقصود مش هما، دققوا معي، المقصود المجتمع من بده يتكلم عن مجتمع برا، انه هم كانوا نايمين والمجتمع يتحول. لذلك لما قاموا كانوا مسلمين، الناس اصلا كانوا مطاردين لانه مجتمع شركي، ناموا هم وفي الخارج ايش التحولات مشتغلة، تحولات مشتغلة مشتغلة تحولات، واذا بهم ايش على ذكر قديش ناموا هم 309. في اخ يعني بعث لي البارحة بس بعدني ما درستنش بالانجليزي تنتين، اذا فيكم من بتكن انجليزي جيد انه يدرسهن، لفت انتباهه انه في كوكب مكتشفينه سنة 2000 و نسيت يعني من كم سنة بس معدودة على الاصابع، مكتشفينه دورته 309 سنة، دورته 300 لانه احنا كنا متكلمين عن دورات 309 في كتاب لتعلموا عدد السنين والحساب اذا بتكون. بعدني ما قرأتش الرابط اللي بعثه هذا، بس شفت قرأت على الكوكب اللي دورته 309. وثم في واحد اقتصادي بتكلم عن دورة 309 في عالم الاقتصاد، هذول قضيتين. فهذا لافت الانتباه، دورة 309 في الاقتصاد في عند عالم اقتصادي، ودورة كوكب 309. هون المهم ناموا هذول. طيب نرجع الآن، ناموا كم هم؟ 309. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 سنين. سنين هم نايمين، لكن التحولات وين؟ هذاك ميت ومقصود هو بالذات بس، تمام؟ لانه هو في الاخير شو قال؟ اعلم ان الله على كل شيء قدير، مشان يكون برضو عبرة وعظة للناس. هو انما الان هذول في دورة، في دورة 309 سنة على فكرة احنا كاتبين فيها من زمان، اللي هي في كتاب ولتعلموا عدد السنين والحساب، انه هناك دورات يبدو 309 في التاريخ وتؤدي لتحولات، تحولات. وهيو يبدو اذا كان في عالم الاقتصاد في 309 قانون في التحولات. فهون اذا هو الكلام عن تحولات برا. اذا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 الى اخره، تمام؟ هذا فيما يتعلق مثلا شو ممكن يكون في عام، اشوف تعطوني عام. لا، وفصاله في عامين. هون انا سبق حكيت لكم عن شخص وصفته وقتها بالثور الاعمى، لانه ضعيف هو، واحنا بنحاول ما نذكرش اسماء افضل، بس في مجموعه معدوده على الاصابع من المحرفين، اللي هذول اكيد متعمدين التحريف، يا اما اغبياء الى درجه لا تتصورها، يا اما وراءهم ما وراءهم. بس انا بالنسبه لي مش من سياستي اذكر الاسماء. هذا سبق مثلا انكر عذاب القبر هو وغيره، وسبق ناقشنا عذاب القبر وبينا لكم التواتر اصلا والايات القرانيه في عذاب القبر حتى يبينوا قديش هم محرفين. اي واحد شوي بالله. والتفريق بين صوم وصوم هذا برضو اشتغل فيها، قال فرق بين صوم وصوم وبينا لكم. وعلى فكره لاحظت من مده انه في هذول الشابين لطيفين في برنامج اسمه قرار ازاله، هذول غالبا بتعرضوش الا للمنحرفين انحراف واضح، لانه في فرق بين المجتهد او العالم اللي بيكون صادق ويخطئ، وما في واحد الا من جبلكم له اخطاء، بس مش هذه القضيه. طب احنا بنعرف الناس بيخطئ، الناس بتخطئ ما فاهمين، لكن لما يكون الاساس الخطا ومرات صح، شو هذا؟ هذول هيك الاساس الخطا ومرات بيكون صح، وبنخدعوا الناس انه مرات هذول بيحكوا صح.
طب ما هو أكثر الغلط. طب ما هو لو كان غلط 30% ما نقبلش منه كمان. إيش إنه 30% غلط دائما؟ طب كيف لما يكون 60% الخطأ؟ وهذا على فكرة يعني حتى بتكلم بطريقة الأولاد الصغار في اللغة العربية، تصوروا بيهجم بفسر آيات الله وبيجيبوه بعض الفضائيات. ما هو دير بالكم هذول ما هم النواطير، النواطير واللي وراء بعض الفضائيات هذول بيكونوا ناس وراهم مخابرات، وقصدهم أصلا يشوشوا على الدين، وقصدهم يأتوا بناس مثل التافهين بهذه الطريقة، لأن النواطير ما أنتوا عارفين قصتهم ومعنيين أصلا إنهم يشوشوا الناس في دينهم. بيجيبوا أمثال هذول الناس. تصوروا لما بنطقوا العربية، حتى لما بنطقوا العربية كأنه ولد صغير. دائما مثلا كين قال لك مثلا، أنا بقول قال أحمد لمحمد، هو بيعرفش هيك يقول، بقول قال أحمد إلى محمد. تصور في ولد صغير عندنا بقول قال أحمد إلى محمد، مش مرة، لا هذه لغته. وأمثلة كثيرة بهالطريقة في العربي، وكن بيهجم يفسر القرآن، بيهجم يفسر القرآن. من ضمن تفسيراته في موضوع، طالما جبت أنت يا عماد قلت لي إيش قلنا وفصاله، أجا قال لك طالما إنه القرآن بيقول حمله وفصاله 30 شهرا، هي 30 شهر، وهون وفصاله في عامين، في عامين، شو العامين؟ العامين 24 شهر، قديش بيظل للثلاثين؟ 6. طب المرأة بتحمل 9، شوف كيف بفهم، المرأة بتحمل 9، قيمه من 30 9، شو بيظل؟ قيمه خلصونا، بيظل 21، وهذول سنتين، وهذول سنتين، نقسموها على 2، 10.5. بقول لك اذا لاحظوها، اذا الحول، شوف وين راح الحول، الحول 10.5 أشهر، يعني بقول لك احنا قاعدين ندفع، يعني بندفعش الزكاة تمام. احنا لازم ايوكم انتبهوا على هذا الثور، انه بصيروا تدفعوا الزكاة كل 10.5 أشهر، حتى تعرفوا انهم هذول مش بيغلطوا، لا هذول وراهم ناس، هذول وراهم ناس. ايش باقي الام من ايام محمد بتعرفش انه الدفع بعد 12 شهر؟ مش عارفين هم انه بعد 12 شهر، وانه شو هو الحول والامن يجي على الحول.